هذه الفترة الصباحية تنطلق فيها الذلال الأصايل الطفح في 6 كيلومترات، ذلال السرعة والتحدي في هذه المسافة. انطلق الشوط الخامس الخاص بالذلال المحليات الأصايل والستة كيلومترات في هذه المشاركات الفعالة والشعارات، وملتقى أبناء الخليج محبي الأصالة في ميدان المرموم. نسير مباشرة إلى حملولة اللي عوايدها دائما بهذا الموقع والمكان، وكذلك الشاهينية سعيد بن جعفر بن مرخان الكتبي، شعار يعرف الناموس ويعرف الفوز. المركز الثاني حملولة، وياتي ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي على ثاني المراكز، بينما تندفع الدوحة على المركز الثالث، وسالم بن منصور بن هيه العامري يقدم الدوحة على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع وتاتي في الشرود تندفع في هذه اللحظات، ياتي محمد بن راشد بن محمد الخيالي على المركز، محمد بن راشد بن سبت الخيالي الذي يقدم الشرود، بينما المركز الخامس نشوف خامس المراكز تقدمت في هذه اللحظات. مذيار في هذه اللحظات تعود ملكيتها لأحمد لخلفان بن أحمد بن بطي القبيسي الذي انطلقت في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس التواجد على سادس المراكز من الجانب الآخر ودخول في هذه اللحظات من قبل زعفرانه، تعود ملكيتها سرور بن عمير المشغوني الذي ينطلق في هذه اللحظات، بينما المركز السابع تواجدت فيه وتقدمت الشاهينية، وياتي علي بن محمد بن حاذة الكتبي، بينما المركز الثامن ثامن المراكز هذه الشاهينية محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، والمركز التاسع تقدمت فيه الحذرة لسالم بن كميدش بن علوبة، بينما المركز العاشر هناك عاشر المراكز هذه تواجدت رقم 4 اللي هي أشواق وناصر بن سالم بن فهيد المكسور. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في مسار الذلل المحليات الأصايل في أشواط الطفح وفي أشواط السرعة الهائلة مع الكبار في هذا الانطلاق ورقص الكبار، ولكن في مسافة الصغار وهنا ليأخذ كل حق ونصيبه من الأصايل في ميدان المرموم. نسير مع مقدمة الشوط بعدنا أكملنا ندانا الأول للعشرة المراكز عبر شاشة دبي ريسنج هنا من الموقع من المكان من الميدان الذكي ضمن هذه الفعاليات لمهرجان المرموم الختامي. نسير مع هملولة اللي تتصدر المجموعة بإنجازاتها وبتحدياتها، ياتي ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي الذي يقدم هملولة، بينما المركز الثاني الشاهينية، ويتقدم سعيد بن جعفر بن مرخان الكتبي مع المركز الثاني ومع الشاهينية ليتقدم كذلك هذا الأداء الشيق والجميل، وتاتي في المركز الثالث الشرود محمد بن راشد بن سبت الخيالي على المركز الثالث في هذه اللحظات. أما المركز الرابع تواجدت فيه زعفرانة، وياتي سرور بن عمير المشغوني الذي يقدم هذه الانطلاقة، بينما المركز الخامس هذه الحذرة سالم بن كميدش بن علوبة الذي يقدم الحذرة في خامس المراكز، والمركز السادس تاتي الدوحة ويتقدم هنا سالم بن منصور بن هي العامري يقدم الدوحة، هناك شعار مذيار خلفان بن أحمد بن بطي القبيسي، تتقدم مذيار إلى المركز السادس. أما المركز السابع بنلقى في الشاهينية محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، وسابع المراكز هذه أشواق لناصر بن سالم بن فهيدة المكسور، بينما المركز الثامن تدخل شعار بن زاهرة، هناك شعار بن زاهرة، هذه ناصية خليفة بن محمد بن زاهرة.
محمد بن مبارك بن زهرة الخيالي يتقدم بينما المركز التاسع هذه تواجده في شاهينية لعلي بن محمد بن حاذ الكتبي، والمركز العاشر هناك هذه هجر وسعيد بن منانة بن غدير الكتبي. هذه العشر المراكز، هذه العشر المراكز للمرة الثانية في مسار هذه الشوط وتحدياته في انطلاقات المرموم الجميلة والرائعة ضمن هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير الذي حمل الأثار، حمل الكثير والكثير من الإبداع. هذا المهرجان 2015 هملولة تتصدر الذلال الأصايل، المحليات تتقدمهن هملولة، تتقدمهن هملولة وتقودهن في مسارها بعرضها التلقائي والذاتي بدون أي أوامر. يأتي ناصر بن حمد بن سيل الخيالي الذي يقدم هملولة وهي تقود هذا المسار، بينما المركز الثاني لازالت الشاهينية عندها المحاولة وعندها الإصرار بشعار سعيد بن جعفر بن مرخان الكتبي. هناك بن سبت من الجانب الآخر مع الشرود، مع الشرود محمد بن راشد بن سبت الخيالي مع الثلاث المراكز الأولى اللي بهنزان اللقاء. وهناك مذيار تتقدم في هذه اللحظات وخلفان خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي يقدم هذه الانطلاقة. وصلت الحذرة، تقدمت الحذرة وسالم بن كميدش بن علوبة العامري يتقدم في هذه اللحظات، بينما بن هي هناك مع الدوحة سالم بن منصور بن هي العامري، والتقدم كذلك من قبل زعفرانة سرور بن عمير المشغوني. ووصلت في هذه اللحظات ناصية ومحمد بن مبارك بن زاهرة الخيالي. هذه النتيجة، ولكن أعود إلى المراكز الأولى لأن قربنا من الزعفران، من الزعفران ومع لوحة 1200 ما تبقى من وصول هذا الشوط إلى خط النهاية في هذا الاندفاع. ولا زالت هملولة تقود مسار هذا الشوط، تتحدث ذلل الأصايل المحليات، ذلل الدار مشاهدين العزاء، ذلل الخليج الذي تنطلق والشرود الظاهر أنها أشردت الشرود والشردة في الكيلو المتر الأخير مطلوبة ليمن تامن هناك مع المركز الأول أي إلى خط النهاية. راح بن سبت إلى السيارة، راح إلى الزعفران، النقطة في المرموم جميلة تتبادل التهاني والناموس فيها ويكون ذكريات جميلة في مهرجان المرموم 2015. يعني سيارة والزعفران وناموس، يا سلام. هناك مع المركز الأول لا زالت الشرود محمد بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي تقود المشاركات. خلاص أعلنت السيارة والناموس في هذا الشوط وأعلنت السلامات لأهالي أرماح. صباح الخير يا أهالي أرماح، صباح الخير يا أهالي أرماح في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق. هذه الشروط صباح الخير يا أبو محمد، تستاهل الفوز والناموس. انفردت ما شاء الله، انفردت، كثر يا سمير، زيدها من الزعفران، تستاهل تهانينا. اللي يتزعفرها من الطاز زدها زعفران. الله، شروط تهانينا محمد بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي هملولة. وصلت في المركز الثاني ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي ناصية. في المركز الثالث محمد بن مبارك بن زاهر الخيالي. المركز الرابع الشاهينية سعيد بن جعفر بن مرخان. المركز الخامس وصلت في الدوحة لسالم بن منصور بن هي العامري. هكذا كان هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم في خامس أشواطنا في الذلال الأصايل، الذلال الطفح والسرعة في 6 كيلومترات. وهذه من تقدمة الشرود وشردت بعد الكيلو الأخير بالناموس والفوز لتهدي أهالي أرماح. سلام صباحي جميل من الميدان الذكي من المرموم. توقيتها الزمني بنشوف على شاشة التلفزيون 9:25 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا يا بن سبت، بينما المركز الثاني
المركز الثاني وصلت هملولة لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، كذلك قدمت تنافس شريف وجميل طيلة مسافة 6 كيلومترات وحصلت على المركز الثاني بأداء جميل. بنشوف توقيتها مع أبو عدنان، أسعد الله صباحك يا أبو عدنان المخرج كذلك المتابع. 9 دقائق و32 ثانية و8 أجزاء من الثانية بينما وصلت في المركز الثالث ناصية، تقدمت على المركز الثالث وياتي محمد بن مبارك بن زاهرة الخيالي أحد شبابنا الصغار المتواجد والحاضر هنا في الميدان. كذلك للمتابعة توقيتها الزمني 9 دقائق و33 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا السادس في تعداد أشواط صباح هذا اليوم في هذا المهرجان.